المضامين ديال البرنامج ديال هذه الامسيه هو عباره عن قراءات شعريه زجريه بالمناسبه، وفقرات غنائيه حتى هي تدخل في هذا الاطار، وخاصه في صنف الملحون. ونتمنى تكون أمسية ناجحة، لأن الحضور جاء من مدن مختلفة ومشاركين من الشاوية من طنجة، والشعراء عندهم وزن، والله هو اللي التوفيق. هذا المهرجان اللي كيتنظم سنويا، وطبيعة الحال اللي كيعرف حطينا فيه واحد ثلاثة ديال الأقطاب، يعني القطب الثقافي الفني، القطب الرياضي، والقطب الاجتماعي. الأمسية ديال اليوم الشعرية تنضوي تحت إطار هذا القطب الثقافي، وطبيعة الحال هذه سنة حميدة دأب عليها مجلس مقاطعة الحصين، فتنظيم مثل هذه الأمسيات اللي كنصادفوا بها شعراء كبار في المستوى المحلي والمستوى الوطني. وطبيعة الحال هذه الأمسية تجي في ختام احتفالات الشعب المغربي بعيد العرس المجيد، وأيضا في ظل الاحتفال بمهرجان فضاءات حصين. طبيعة الحال الساكنة السلوية كلها شغف وحب لمعرفة الجديد في باب الشعر. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا الحفل الشعري البهيج لشعر الزجل في هذا اليوم، في طبيعة الحال اليوم قدام في إطار فضاءات مهرجان فضاءات حصين في الدورة ديال العشرة، وينظم ايضا بمناسبه ذكرى عيد العرش المجيد. وهذا الحفل الشعري اللي هو اصبح بطبيعه الحال متواجد في هذا المهرجان سنويا، بحضور مجموعه من الشعراء والشاعرات من مجموعه من المدن المغربيه، اللي تيتحفوا الجمهور بمدينه سلا بسعر الجزل. هذا الشعر هذا اللي هو لصيق ومرتبط باليومي للمواطن المغربي، واللي هو عاش معنا في الفن ديال الملحون، في العيطه، في الفنون كلها الفنيه، فتعتبر ان الزجل هو المنبع ديال الفن الشعري المغربي الاصيل. فبهذه المناسبه هذه كنقدم الشكر لجمعيه المنتدى اللي كيترأس الاستاذ عبد المجيد الزوان ولمكتبه، وايضا نتقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس مقاطعه حصين يوسف غربي، والى اعضاء المجلس المسير اللي في الحقيقه يواكبون كل ما هو فني وكل ما هو ثقافي بهذا المجلس وبهذا منطقه حصين، اللي هي منطقه رائده من المناطق الرائده ثقافيا على المستوى الوطني. فجزيل الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم، هذا اليوم الشعري البهيج، وشكرا للطاقم الفني اللي كيواكبنا في هذا اليوم هذا لاستلقاء اجود ما انتجته انامل هؤلاء الشعراء والشاعرات. وكل عام والفن والشعر بالمغرب بألف ألف خير. مناسبة لذكرى عيد العرش المجيد نظمت جمعية الأهل الله بحصين بسلة الجديدة والمنتدى المغربي للإبداع والتواصل أمسية فنية شعرية متميزة بالمركز الثقافي بسلة الجديدة. هذه الأمسية سيتم فيها تكريم وفاء وعرفانا لمحمد نجيب ولجنة التواصل. هذه الأمسية ستكون مشرقة وبهية بحضور العديد من الشعراء والمثقفين والفنانين. أنا سعيد جدا أن أكرم بمدينة سلا وبسلا الجديدة تحديدا، مدينة الفنانين والمثقفين. أشكر كل المواقع الإخبارية التي تتواجد في هذا الحفل البهي، وأشكر كل الحاضرين، ونحتفي بعيد العرش المجيد، عيد جلالة الملك وعيد الشعب المغربي حبيب الأمة المغربية الذي نعشقه جميعا. بمناسبة عيد العرش المجيد، وهي مناسبة لتكريم الإعلامي محمد نجيب، كنتمنى هذه الأمسية تدوز كما كنتمنى الجمهور، وتحياتي ولك. بالذكرى العشرين لعيد العرش المجيد، وذلك بالتنسيق مع جمعية الأهلة للمديح وإحياء التراث والمنتدى المغربي للإبداع والتواصل. وبالمناسبة سنحيي وسنحتفي وسنكرم أحد الوجوه الإعلامية البارزة
التي تركت بصماتها في الإعلام المغربي اللي هو سي مرتدي محمد ناجي. وبالمناسبة نطلب منه أن يجلس في الصف الأول برفقة زوجته. تفضل. باسم مجمع الأهل المليح والسماع وإحياء التراث وباسم المنتدى وباسم مجلس مقاطعة حصين الذي ينظم هذا الملتقى الشعري سنويا في إطار مهرجان فضاءات حصين في إطار دورته العاشرة، نرحب بجميع الشعراء والشاعرات الذين أتونا من مجموعة من المدن والذين لبوا الدعوة لإحياء هذا الحفل الشعري البهيج. وكما قلت فالشعر هو ليس شعر. صلى وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. في الحقيقة أنا سعيد بالتواجد معكم، وكلما سنحت الفرصة أكون متواجدا مع أهلي من محب الكلمة المبدعة. وطبعا لا أجد لي في الحقيقة أحقق وجودي إلا حين أكون مع أمثالكم. سعيد أيضا أن أرى وجوها سبق لي أن جلستها في مقاطعة وخارج المقاطعة. الصديق الملواني من أعز الأصدقاء القدامى، سمعته يقرأ بصوت فيه رعشة فسألته، أسأل الله له الشفاء العاجل. طبعا مرحبا بكم وأعتذر لكم لأنني جئت متأخرا، فإنما منعني حادث المشاغل الأخرى، أرجو أن تتفهموا ذلك. وطبعا هذه الجلسة الحميمية مع قلة من حضرها تدل على أن العملة نفيسة، وأن نحتاج إلى ذائقة فنية ومعرفة بهذا الفن الرفيع لكي نأتي حبوا للحضور. فمرحبا بكم جميعا في مقاطعة حصين. إن شاء الله أعاهدكم وأعاهد المواطنين على أننا سنظل أوفياء الكلمة الشاعرة والمبدعة، وسنعمل جاهدين على إشاعة هذه الروح الفنية في المجتمع، مع علمنا أن هناك أذواق، الناس غارقون في أذواق معينة لكن لا يصح إلا الصحيح. حتى في الأغاني نعرف أن تأتي الموجات والتقطيعات تروح وتذهب، ولكن لا يبقى إلا ما هو خالد وهو رائع ويدوم. ولذلك لا تبتئسوا إن كانت القاعة خالية فحضوركم يشيع بهاء ويملأها دفء. شكرا لكم جميعا. لا تخلطي يا بلادي، لا تخلطي، لا تهوني.
التسامح. مولاي سليل لوحة الكرام وريت تاريخ نهج سليم صامد بكم بعث الرحمن لنا هديته لننعم بأفضالكم المحامد. زينتم أيامنا بنور محبة آت من هلال لبدر تام من ساجد. ملك التسامح بجميل بسمة وأياد بيضاء حركت كل السواعي. عفوكم سبق نية كل مسيء ليرحل تائها ما بلغو الحسن. الروح خاشعة من زمان تيقنت أن الأذكار لله بالمساجد. كم رددت نشوان تحية وطني وعلمه بالقمم أبهى ربي. وكم حظينا بكرم طلعتكم إذ عمت البركات ربوع البلاد. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مترق خجلا من أمسك المنصرم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم نغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمل وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جبال الأنجم. أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى عباك في فمي. أي جرح في إباء راعف فاته الأسى فلم يلتئم. الإسرائيل تعد راية في حمى المهد وضرب الحرب. كيف أقضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ حين الفراق أطل لحظة عراقي ودعني أعبر الأتي من أهيج آهاتي. حتى إذا ما توسط أبحاثي وارتشف العمر زهرة أوراقي تنفست متفردا في رحلة الأشواق. تحية الجمهور الكريم، سعيدة بمعانقتكم من جديد. شكرا لكل الأعضاء على الدعوة الكريمة وكان التوفيق لفضاءات مهرجان أحسن أو لمهرجان فضاءات أحسن. ورضا وخل قدموا شوية في حق البلاد ونزلت ورضا بسواكي ساكنة بسواكي ساكنة وبدوافل وبالبال. يا حبيبة عيلة متمن يا باهية يا زيت الوصال حبك من يتمكن ولا القاسي هوال. من ساكن غالية قصار هذا العمر والله طال. انت بيعتي لمداوي يا جوالي وملوك الحال. لو بعد علمك يطفى ضوي أوراقة البال تهجرني روحي يركبني الهبال. أنكحل عيوني بترابق صار رهجي الشمال والنادي ضميني يا الغالية ضميني بالحضان. من غير كما ضايع ليل من غير هلال بجوارك وروحي البايعة يا عروسة بقلوب. يا ضوي يا مضوي فرحة بجواد حس بجاوي وضع مراوي داد وتاد برحمة جودة مساوي خليل العباد. ياك الخيام مرشومة بالخير وشام. ياك الرياح بيد مشدودة على طول ليام. ياك الكافلة ما هي مطودة يا باب القامة. علام الخير علام الصوفة ممدودة رفع الإعلام. العينها مشدودة الحافة داريان الحافة مجودة ورحمة الله تخرج تماما. والزغريتة عقبة مفوزة ما مشمرت كمامة حتى الفرقة خلاها حالة مسدودة أتشالي وتصلي على خير الآلام. علام الخير علام شوف الخيل تشرب على صحة الكلام. أبسنحة بخير مكزم البقلام خيال وسروج مزور بجوج مقعر وبارود مالي مخدود لدها والبرقي وحجار واد
أشعة الشمس والبكرة والأمراض الخير على المواساة العبود. يلا ويعلم الخير، يعلم الخير والله ما في الميدان يا كبير يا مطول القام يا شيخ موجود يا فريق وام عفراء كفى فهذا الذي منك يبدأني يعيدني وما اكتفى الريح من تجارب الرمل تخرجني من أكمامها تقربني إليك زلفى كفى فما يطفئ حرور الجسد غير ظل ينبته منك الوفاء أجابت أنا البحر قلت كلما هس الموج منك قلبي هفا قالت اترك القلب رهوا إن موجي من شيره الجفا قلت إني شهيد هواك غرقا والغريق إذا سجى فوق الموج طفا سال عالمكان ما نسهشوفي وغرق دروب وغرق دروب ورقة البيضة بياض المجال وقت البرد صفرلونها قدام صفرلونها قدام نعرفك الحالة وقالت اش هاد الوعد قلت لها يا فلك دربي وعشيتي في موال هاد الهن واش نكمل نزيد ولا نوقف نحبس في هاد الحد دع قدوتي بالسور تخلطت الحروف وضاع المعنى وتبخر وحكيت لعبان بحال الحزين مقواه بالضوء شحال يهرني واش المكفوف بحال مول الرجلين قدامه وصبرهم فيهم يقضي ويحني واش غالي بحال مسكين ومش هاد الايام فيه تقضي والدني واش المطور بحال مول الدين واش الفقير بحال بيت ماله معني واش البخيل بحال ذا الحنين يا حروب الحجر وقتاش حني واش اللي خبز وحار بحال اللي واكلوا بنين من الساقة يهرف ما بيها يولي واش عاف بحال مجاهة في الدين ولارواح الناس يحتلوا يفلي واش طير حر بحال السجين ليلو مطار بتمعت نجوم ليلو مطار بتمعت نجوم وحبنا نجمي ودو نجمي بسمايا ساطع منور جنب الهلال وسط قلبي نور لامع نصاصات ليل نصاصات ليل وشمعتي تبكي صامتة نشفو دموعها تطفى شعلتها تهب ريح الشفا وعجاجتها تهيش نتفكر الحبيب الهاجر نتفكر الحبيب الهاجر العين تقطر سخونة سخفانة تترجى نجمي تسهر معاها وينور ليلتي من الظلام قوى فيا ضايع تايا تسري في عروق بشوفك نجمي ترجع للصوري تزين حروفي تكلم قلام تخفي صاري ويتخبى حشك وعشي سنة الفجر والفجر جاني بعيد والبعيد قلب موحش موحش العزاز اللي هجروا وراحوا وزادوا جراح وجراح حلفة ما تبرى عيامي يدان عيامي يقرا بغي يداويها بالصبر والصبر تقاتاش دنبا يا سنتي بحال ودنبا بهوايش لهبال دنبا على الوقت المحتال تغدر ناقصاح في وصال قد تهراشي فا
فيق الغاشي وساوي القار فرق اللي دبال غزلوا صوف فتلوا حبال وتسلق بيه جبال الخيال الغامطاك وجاه الحانك جرعات مرتية وريقات من شجرة مضغت رياح حفت ليها السنان دبلوا ليها الفنان ما بقالها غير لسان جهدو يتمتم في دواخنا يباكن يتحول رعدة سلح الشعاب القسدة تنحت فتات وشام تبوح بقصاي عب الزمان طرز كلام هوام مغرز بخيوط ليام وطبق ليام مع عمر خان وصحوها وفيش الليلان خفيف يهم وخاطر يسكم بندن يا سنتين بحيرة بندن على الغاز الخطيرة دندن على خيمة الخميرة صدر غوار عجين بالروح طحينها خالة افتاد العالة عرفت القلام عرفت القلام دبكت دوايتي عرفت القلام دبكت دوايتي منين نبدا حكايتي يا اللي شرفهم لوز ولا وشربوا بها تاي القصار ونكات الشبكة منين نبدا حكايتي والعرب جبهتي مبسوم بقصة وقصيدة منين نبدا حكايتي منين نبدا حكايتي من حنان ولا حياة ولا رضا ولا حسنة منين نبدا حكايتي الاختصار درتوه فرض وسنة منين نبدا حكايتي العار من نحتوه زدتوه بنا الرجلة من نبتوها في الغيب رقيتوها حنا سرنا زردتوه حنتوه دقيقو نخالة عزمتوه وغسيلنا في الفيسبوك والانستغرام والتويتر صرتوه منين نبدا قصيدتي سمعنا حلمة حارة الإجرام العمد بيناتنا سمر على كتافه وقفت القمام منين نبدا حكايتي الخوف بنهار حركة فارس وعلام سرقة عادية شكاياته بالعرام حاصل على البكالوريا في الآداب العصرية الإجازة في الآداب العربي خريج معهد عالي الصحافة بالمغرب بالنسبة للخبرة المهنية مذيع ربط الإذاعة الوطنية سنة 1980-1981 مقدم أخبار وأش مقال نهضر في السنوات غنقول لكم المهام اللي داز منها مقدم أخبار ومنشط برامج صحفي بالإذاعة الوطنية رئيس نشرة القسم العربي وكان لازال شابا رئيس نشرة الأخبار بالقسم العربي بالإذاعة رئيس نشرة ومقدم أخبار ومنتج بالإذاعة الوطنية مقدم لبرامج التلفزة المغربية وخاصة برنامج العقل تعليه خيال الظل وبوديوم 2000 صحفي مكلف بتغطية الأنشطة الملكية لمدة طويلة من سنة 1990 إلى 2000 واشتغل في إذاعة صوت ألمانيا بكولونيا وفق معاهدة بين الإذاعتين المغربية والألمانية منذ 1998 كان مراسلا للقنوات التلفزية الخليجية وخاصة بدولة البحرين أبو ظبي عمان والسعودية ختم مشواره المهني بإعداد وتقديم برنامجه الشهير جسر التواصل ليلة كل جمعة توزعت بمحاورة سياسيين واقتصاديين وشعراء وأدباء وفقهاء ورجال العلم والفقه والفلك والطب محمد بحيث تجاوزت حلقات هذا البرنامج أكثر من 300 حلقة وكل حلقة ساعتين على مستوى الأخلاق يعني على المستوى السلوكي ديالو لا يختلف اثنان على شخصية محمد نجيب بأنه معروف بطيبوبته المفرطة وسطروا على المفرطة أحكاد مراته بطيبوبته المفرطة
وإنسانيته الفياضة وأخلاقه الفاضلة لا يتوانى في تقديم العون على مختلف أشكاله لكل من قصده. إنسان ينأى بنفسه بالدخول في الحسابات الضيقة والجدل المجاني. يشارك في تقديم السهرات والحفلات، إلا أنه لا يتوانى بتسخير مهنيته في الأعمال الاجتماعية والأنشطة الإنسانية على هذه المقاييس اللي اخترناها تقريبا. إعلامي مثقف، جميع احنا تنجلسوا معاه، إعلامي مثقف هادئ الطبع يستمع أكثر مما يتكلم. منفتح العبريدي غادي يجلس تجلس معنا وما يهضرش ساعة ساعتين هذه موجودة. والأدب في مدينة سنة في مقاطعة الخير. أشكر الجميع احتفاء بعيد العرش المجيد، ونحن نحتفي بهذا العيد الغالي والعزيز على قلوبنا. مغرب الإنجازات، مغرب الاستحقاقات، مغرب التحدي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. نحتفي في هذا العيد ونشكر كل الذين حضروا في هذا المحفل وهذه الأمسية السمرية الجميلة المسمرة بحضور شعراء كبار. شكرا للسعادة شاعرة كبيرة فارسة الزجل المغرب وفيه الله. شكرا للشاعر المتميز والساد العبيد مصطفى. شكرا للكبير سعد كبير معروف. شكرا ايضا للكبير سي محمد ادريسي. شكرا ايضا للكبيره فتيحه المير. شكرا ايضا للكبيره لطيفه سجاد. شكرا ايضا حسني سعيده كبيره ايضا وقت. شكرا ايضا للاستاذ الكبير الاستاذ عبد القادر الكياس. انصفت بكل ألق لإبداعاتكم الجميلة، كيف تطوعون الحروف، كيف تكتبون بحروف من ذهب. أنا سعيد الليلة وأنا مكرم في أيقونة المدن المغربية، كرمت في العديد من المدن المغربية لكن سعادتي كبيرة وأنا أكرم في مدينة سنة الحبيبة التي تتوسد أن راسي وشقيقة الرباط عاصمة المملكة التي نفتخر بها. أشكر الجميع. قالت الأخت قبل قليل وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا لست عظيما ولن أكون، لست عظيما ولن أكون. أنا ربما مصاري الإذاعي ومصاري الإعلامي ناجح ربما الله تعلم، لكن بفضل الله ثم برفيقة قلبي زوجتي حبيبتي أميرة والتي أقومها تلتحق أيضا المبدع الحقيقي. أشكر أيضا سيد زوال، أشكر أيضا فني الكبير وهو مدير أعمال محمد نجيب، هذا المبدع الجميل النحاس المصور الفنان الرائع المتميز الطيب الخلوق الأستاذ رشيد سامي. شكرا لكم جميعا وشكرا للسيد عبد المجيد زوال. إخواني في إطار المسائل التنظيمية أدعو جميع الشعراء لأخذ صورة. أشكر أيضاً
عمر الشرقاوي المكناسي المتألق دائما وابدا والمسخرع الكبير النافوري المتألق ايضا. شكرا. هذه ترجع الشعراء وشعرت احلى صوره مع الشاعر المحتفى به. سعد الكبير، سعد خاطر، سعاد لطيفة لتبقى ذكرى. من مقاطعة حصين وجمعية الأهلة والمنتدى المغربي للإبداع والتواصل. شكرا سي محمد نجيب الإعلام الكلي. يا 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 رسول الله زمنا يا يا I'm gonna go to the house.